سيادة اللواء عصام ويلي، النهارده واحنا موجودين في محطة مترو هليوبوليس أحد أكبر المحطات اللي ما كنت تكن الأكبر على منطقة في منطقة الشرق الأوسط كلها، خلينا نسأل حضرتك في البداية، هي مدرجة في المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عدد المحطات الموجودة في الخط الثالث وما يتم ما سيتم استكماله في الفترة المقبلة إن شاء الله. طيب، هي المرحلة الرابعة عامة بتبتدي بمحطة هارون، وبعد كده بيليها هليوبوليس، بعد كده بيليها ألف مسكن، بعدها بيليها نادي الشمس. دي المرحلة احنا بنسميها المرحلة 4000. بيسبب بقى بعد كده في ست محطات، بعد كده النزهة وشام بركات، وبعد النزهة وشام بركات في أربع محطات وصولا إلى عدلي منصور. ده إجماليا في حدود 17 كيلو الجزء من هذه المرحلة بس. ليه محطة هليوبوليس مختلفة؟ لأنها الأكبر في الشرق الأوسط، لأنها 10000 متر مسطح، فيها كل التجهيزات الحديثة اللي من أنظمة التحكم للقطارات لوسائل الإطفاء ونظام الإطفاء إلى التكييف مركزي موجود بالمحطات إلى وحدات السيطرة والتأمين من حيث الكاميرات، فيها 78 كاميرا مراقبة، فيها بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والكشف عن الأجهزة الأجسام الغريبة. علاوة على ذلك احنا اضفنا ليها 5000 متر مسطح كنشاط استثماري واقتصادي يدر عائد، على اساس ان هو يساهم في تغطية جزء من تكلفة انشاء المحطة. تكلفة انشاء المحطة، خليني اخد من اخر جملة حضرتك قلتها سيادة اللواء، اكيد محطة بهذا الحجم اكيد تكلفتها كمان كانت ضخمة. تكلفة المحطة دي حوالي 1.9 مليار جنيه. طيب، من المتوقع بقى ان هي يعني من ناحية الاقتصادية العائد بتاعها من ناحية الاقتصادية وايضا بالنسبة لخدمات الركاب نفسها؟ طبعا عشان حضرتك نغطي التكلفة دي زي ما قلت لحضرتك لازم نفكر خارج الصندوق شوية، ان احنا فكرنا ازاي يبقى في مسطحات تجارية واستثمارية نقدر نستغلها بحيث انها تعوض جزء او تغطي جزء من التكلفة دي. احنا بنفكر بحيث ان احنا ما نقربش تمن التذكرة قدر المستطاع، احنا مش عايزين نقرب لتمن التذكره، لكن في نفس الوقت تكلفه انشاء وسائل الجر الكهربائي غاليه جدا، وبالتالي لازم نفكر في ابعاد تانية، نفكر بطريقه تانية ان احنا نغطي جزء من هذه التكلفه من غير ما يبقى في عبء على المواطن او الراكب العادي. سيادة اللواء، قيل ان القاهره محتاجه 6 خطوط مترو علشان يتم ربطها كلها ببعض، اولا هل هذا الكلام صحيح؟ ثانيا لو صحيح، احنا دلوقتي في الخط الثالث ومفروض ان هنبدا بعد كده في الخط الرابع، امتى المفروض نبدا في المراحل المقبله وتكلفه هذه الخطوط كلها؟ هو واقع الامر احنا فعلا كالهيئه القوميه للانفاق عندنا مخطط لست خطوط للمترو، واحنا فعلا بنفكر فيهم وابتدينا فعلا احنا الثالث شغالين فيه، الخط الرابع اللي هو بنسميه خط الهرم المرحله الاولى بتاعته اللي من 6 اكتوبر حي الاشجار لغايه الفسطاط والملك الصالح، ده احنا بصدد ان خلاص الاجراءات النهائيه ان احنا نبتدي فيها. الخط السادس احنا ابتدينا دراسته فعلا، احنا كهيئه قوميه للانفاق يعني بنحط خطه ان احنا نوصل لان المواطن القاهري او القاهره الكبرى او حتى في المدن الجديده المتصله بالقاهره الكبرى يوصل خلال من 4 لـ5 سنوات ان هو ما يستخدمش عربيته او وسائل نقل سطحيه ويستخدم وسائل الجر الكهربائي سواء مترو انفاق. علاوه على كده عندنا القطر الكهربائي العاشر من رمضان، عندنا خطين المونوريل دول لوحدهم 100 كيلو. احنا بنفكر في حاجات كتير بحيث ان احنا نيسر ونخلي وسيله نقل مرفهه للمواطن المصري. طب يا فندم، دلوقتي فاضل كم محطه في الخط الثالث ونقول ان الخط الثالث خلاص اكتمل كله؟ المرحله الرابعه احنا فاضل لنا زي ما قلت لحضرتك محطتين في ديسمبر الجاي ان شاء الله، وبعد كده في 4 محطات في 3 ابريل، يبقى كده المرحله الرابعه خلصت. بعد كده عندنا 15 محطه في المرحله الثالثه، بنبتدي على التوالي، يعني كل سنه حضرتك هتلاقي في محطات مترو.